العرس الديمقراطي الذي سوف يتوج خارطة الطريق إن شاء الله باختيار رئيس جمهورية مصر العربية القادم إن شاء الله. وفي الحقيقة يعني مصر بالنسبة لنا هي القلب النابض، قلب العروبة النابض. مصر هي عمود البيت العربي، أو بالأحرى أحد أعمدة البيت العربي. البيت العربي له عمودان، عمود جمهورية مصر، والعمود الآخر المملكة العربية السعودية. ونحن نستظل في هذا البيت العربي بقوة هذين العمودين. فقوة مصر إن شاء الله واستقرارها وأمنها سوف ينعكس إيجابيا ليس على مصر فقط، بل على جميع الدول العربية وعلى جميع شعوب الدول العربية. مصر تعرضت إلى مؤامرة، يمكن في ناس لا تؤمن بنظرية المؤامرة، أنا كنت من غير المؤمنين بنظرية المؤامرة. ليست مصر لوحدها، مصر والمنطقة العربية كانت تتعرض لمؤامرة، ولله الحمد فإن هذه المؤامرة قد كشفت وهي في الرمق الأخير وبعد نجاح الانتخابات الرئاسية. بإذن الله سوف توعد هذه المؤامرة وتنتهي إلى الأبد إن شاء الله، وسوف أتكلم فيما بعد، أترك المجال. بس عايزين نعرف المؤامرة دي عبارة عن إيه، مين ومين بيحكها؟ المؤامرة واضحة جدا. المؤامرة هي مؤامرة أمريكية بالدرجة الأولى، ومن يقوم بتنفيذ هذه المؤامرة ما هم إلا منفذين. المؤامرة أمريكية. ولا أخفي عليكم، قبل حوالي 10 أيام كنا في لقاء مع آن باترسون السفيرة التي كانت هنا، ومعها سفير أمريكا في البحرين جرايسكي، في حديث مطول عن الوضع البحريني. سألتنا سؤال، قالت كيف نستطيع أن نساعدكم في الوضع البحريني؟ فأجبتها ببساطة، لا تتدخلوا في شؤوننا. فأمريكا هي صاحبة المؤامرة. مين بينفذها بقى؟ والله أطراف عديدة. مين؟ أطراف عديدة. قطر يعني؟ قطر جزء، إيران جزء، إسرائيل جزء، تركيا جزء. وهذا كله لمصلحة من؟ لمصلحة الابن، هذا تحليل وليس معلومات، لمصلحة الابن المدلل لأمريكا، أو تكون الأم يمكن إسرائيل، لإنشاء دولة إسلامية سنية ودولة إسلامية شيعية. فمن هنا يأتي الحق لليهود بإنشاء دولتهم الدينية اليهودية. الانتخابات المصرية كما قلت أسلفت، واستقرار مصر سوف يكون له الأثر الإيجابي الكبير على جميع الدول العربية وإبطال المؤامرة. ولكن في حالة وصول أي من المرشحين إلى سدة الرئاسة، أنا لا أتكلم عن جانب رسمي، أتكلم عن جانب شعبي أو جزء من الجانب الشعبي، هذا الذي وصل إلى الرئاسة كان خيار من؟ خيار الشعب المصري. فلا نريد أن نزايد على خيار الشعب المصري. الشعب المصري هو الأعرف والأقدر بمن يكون رئيسه، ويعلم من هو الأجدر من المرشحين ليكون رئيس مصر. فنحن مع خيار الشعب المصري بغض النظر عمن يكون الرئيس. صحيح يمكن الإنسان في نفس شيء يميل إلى وهذا طبيعة البشر، ولكن الخيار الشعب المصري هو الذي سيقول كلمته. وبهذه المناسبة أريد أن أوجه كلمة إلى إخواني الشعب المصري. الانتخابات ستكون إن شاء الله قدا وبعد قد. الشعب المصري قد أبهر العالم في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وخرج بالملايين خصوصا في 30 يونيو و3 يوليو و26 يونيو،
يجب أن يكون العدد أكبر ممن خرج، يجب أن يقول الشعب المصري كلمته وأن يؤكد على خياره ويبهر العالم ويقول إن ما حدث في مصر صحيح، هو ما حدث في مصر ليس انقلابا عسكريا كما أرى أنا، ولكن تأكيدا ولإخراس جميع الألسنة التي من الممكن أن تتحدث هنا أو هناك. هذا هو خيار الشعب المصري، هذه هي الملايين التي خرجت وانتخبت هذا الرئيس، فبعد كلمة الشعب المصري لن يكون لأحد كلمة أبدا.